هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار توجيه الملكية السامية لأكد على ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية والعمل كذلك على تدبيرها بكيفية عقلانية. وفي هذا الإطار اتضح أن من أجل العمل على تخطيط وضمان استدامة وتقوية الفرشة المائية من ضروري أن نعمل على معرفة ما هي هذه الفرشة المائية. شحال عندنا الماء كاين في الفرشة المائية باش يمكن لواحد يخطط ويحاول يتجاوب مع كذلك مطالب والحاجيات ديال المواطنين وديال كذلك القطاعات الحيوية بالنسبة للبلاد. وأنتم تعلمون بأن المغرب عنده أكثر من 30 ديال الفرشات المائية، ولكن عرفت مع الأسف منذ سنين وأكثر بالطبع في هذه السنوات الأخيرة واحد استغلال مفرط دياله، وبالتالي فأضحى من ضروري أن نعمل واستعمال كل وسائل الحديثة في هذا الإطار من أجل أولا أن يكون لنا تقييم حقيقي عن وضعية الفرشة المائية، وانطلاقا من ذلك لكي نقوم بالتدبير المندمج للماء لغيضمن أولا أن كل أولا نتفاعل مع حاجيات ديال المواطنين الماء صحيح الشرب وخصوصا بالنسبة للعالم القروي والحاجيات كذلك ديال القطاعات الواعدة كقطاع الفلاحي القطاع الصناعي القطاع السياحة إلى آخره. ثانيا فرصة كذلك باش يكون عندنا واحد تدبير ليكون عقلاني، أي أن كل واحد يأخذ الحصة لتخصو يأخذ. وثالثا أننا نضمن الاستدامة بأولا العمل على الاقتصاد في الماء، ثانيا العمل كذلك على ضمان تغذية هذه الفرشة المائية من خلال السدود الصغرى والتنمية. هي بالنسبة للاستراتيجية الرقمية فهي بالطبع معول عليها في الإطار، لأنه أولا عندنا الجانب الأول وهو المرتبط بالمعطيات التي سيتم استغلالها بكيفية رقمية باش تكون عندنا المعطيات دقيقة وفي الإطار، وأن يكون هنالك تدبير ليكون عقلاني انطلاقا من الرقمنة. النقطة الثانية هي الأساسية وهو أننا سنضع كذلك عدادات لتكون ذكية. هذه العدادات الذكية غتمكننا معرفة ما هو الحجم ديال المياه اللي تم استغلاله، وانطلاقا من ذلك غتكون عندنا معطيات كذلك باش يمكننا ندبروا بكيفية عقلانية ديال الفرشة المائية. في هذا الإطار اليوم كما تعلمون استراتيجية فهي واضحة المعالم، الاستراتيجية لا تتغير من خلال الظرفية، الاستراتيجية هي استراتيجية للمدى المتوسط والبعيد، وجهة الملك كان واضحا أكد على أنه من ضروري أن يكون هنالك كل الإمكانيات مضمونة باش نضمنوا أولا أننا تكون ضمنوا 100% ديال الماء الشرب بالنسبة للمواطنات والمواطنين و 80% بالنسبة لماء السقي. وهذا بالطبع يتطلب العمل، وهذا ما نقوم به من تسريع وتيرة إنجاز السدود. اليوم إن شاء الله وصلنا ل 20 مليار متر مكعب ككمية ديال تخزين ديال المياه، ونوصلوا فوق 2030 وعندنا 16 سد اللي هو في طور الإنجاز إلى 26 مليار متر مكعب. عندنا كذلك ما هو مرتبط بتحليات المياه اللي غنمروا 192 مليون متر مكعب إلى 1,700,000,000 متر مكعب في أفق 2030 كما جاء في الخطاب الملكي. عندنا ما هو المرتبط بمعالجة المياه العادمة اللي هو كذلك غيتم ضعف ديالو ثلاثة المرات في هذا الإطار باش أننا ممكن نستعلوه. عندنا ما هو مرتبط باقتصاد الماء، وعندنا ما نقوم به اليوم وهو العمل كذلك على ضمان تغطيتي والحفاظ على الفرشة المائية. بالنسبة لنسبة السدود فعرفت تحسن في الأيام الأخيرة، لأن دخلات 700 مليون متر مكعب في السدود خصوصا في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية، وهذا بالطبع كان عنده وقع جد إيجابي، لأننا غنضمنوا بفضل ذلك بالنسبة ما بين 6 شهور إلى سنتين ديال الماء صالح للشرب بالنسبة لهذه المناطق اللي كانت تعاني من أزمة خانقة في مجال ندرة المياه.